قلت يا دكتور محمد فيما يتعلق بتنفيذ والمسار ونطاق الصناعه فيما يتعلق بقطع الغيار وصناعه قطع الغيار في المملكه العربيه السعوديه، ما هي التحديات التي تعتقد بانها ان تكمن وماثله امامها في الوقت الحالي، والتي لها علاقه بتلك الصناعات اندستري 4.0، ولا يعتبر الانترنت الاشياء يعتبر من بين تلك الصناعات المرتبطه بذلك؟ اعتقد بان الهدف الاساسي للصناعات عموما بوجه عام ينطوي على كثير من التعقيد، ويجب ان أعتقد يجب أن نؤمن بأنه أمر معقدا، ولذلك في العديد من الأشخاص والأفراد يعتقدون بأن هناك طريقة واحدة فقط لا يمكن أن نقوم بفعل الأشياء بطريقة واحدة، أو يمكن أن ننظر الأشياء بطريقة واحدة، ولكن أيضا من 10 سنوات لقد قمنا بإرساء حاضنة حدث التطور والبحث، وحاولنا أن نعمل على أن يكون هناك ارتباط بين الصناعات المختلفة، سواء كان ذلك الصناعات الدفاعية والصناعات الأخرى، لكي يقوم باستخدام كافة تلك الإمكانات التي قمنا بإرسائها. ثم بعد ذلك تم إرساء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المركز الصناعات والأبحاث، وحاولنا مرة ثانية وعودنا الرجوع مرة ثانية لكي يكون هناك استخدام أفضل للتقنية وتقنية جديدة. العوائق والتحديات يجب أن دائما أن نجعل أن هناك تكلفة إضافية للمشروعات الصغيرة المتوسطة لكي يكون لديهم القدرة على الوصول إلى هذه النماذج الرقمية للمنتجات التي يريدون أن ينتجونها، وذلك في الوقت الذي يحاولوا أن يتعاملون مع الصناعات الدفاعية أو الصناعات الأخرى، ويقومون بالصناعات بعملية الصناعة ويقومون بالتحقق من ذلك. ربما هذا الجزء أو هذا قطع الغيار يمكن أن يكون يتم شراءه من قبل مثلا وزارة الدفاع من أي بائع آخر، لذلك لكي نمكن تلك الصناعات علينا أن يكون لدينا الاستراتيجيات شاملة وكاملة جدا، ونركز على تصنيع قطع الغيار، ويجب أن تكون جزءا من استراتيجية أكبر، سواء كان ذلك من خلال استراتيجية الصناعة، وحيث يمكننا أن نجعل تلك القدرة متاحة بدون أن يكون هناك تكلفة إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسواء كان ذلك من خلال على سبيل المثال صناعات التباعة وما إلى ذلك. أنا أعتقد بدون ذلك لن يكون هناك تقدم لتلك الصناعات وسوف تنهار. شكرا جزيلا دكتور ماجد، وبما أنك من الوزارة تنتمي إلى الوزارة، ومن الوزارة عادة ما تلعب الدور الأكبر والدور وضع السياسات، ماذا تعتقد كيف ستكون صناعات السياسات المرتبطة بالوزارة، وبالإضافة إلى ذلك والقطاعات الأخرى كيف يمكنهم أن يقوموا بدعم تلك الصناعات الجديدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بإنترنت الأشياء؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك فإن الحكومة